كان صلى الله عليه وسلم لنعله قبالان. من أجمل الأشياء في هذا الوقت الآن الناس رسموا صورة نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم وضع صورة النعل في 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 مكان قلبه هكذا هنا، وبعضهم لبس كالجوهرة صورة لنعل النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، وبعضهم رسم نعل النبي على 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 غطاء الرأس، وهذا القبعة أيضا مرسوم عليها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرمز الذي يشير إلى النعل، النعل الشريف عليه الصلاة والسلام. والعلماء كتبوا في نعل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل، والشعراء قالوا فيها في نعله أشعار، ونعل خضعنا هيبة لبهائها وإنا متى نخضع لها أبدا نعل، فضعها على أعلى المفارق إنها حقيقتها تاج وصورتها نعل. ولذلك وصفوا حتى نعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبالان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال، كانت أصابعه تدخل وكان يخرج من الأمام اثنان من السير هكذا يمسك القدم صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام في أحد مساجد ماليزيا وضعوا صورة للنعل الشريف في المحراب، وصلوا إلى المحراب، وفي وجه المحراب قطعة خشبية ومزينة ومجملة ترمز إلى النعل الشريف. وحدث عند أهل العلم والدعاة وطلاب العلم كلام كثير في هذا، بعضهم يذكر هذا حبا، وبعضهم قال الحب ليس بهذا، الحب بالاتباع وبالتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئلنا عن هذا الأمر ما خضنا في الفتنة، ليس من الحكمة الخوض في الفتنة، إنما انتقلنا إلى الأمر المتفق عليه فقها أنه مكروه أن نضع شيء في قبلة المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى في بيت السيدة عائشة وكان أمامه ستر وعليه تصاوير، وأشغلته أو قال خاف أن تشغله، روايات مختلفة، وأمر بإزالتها صلى الله عليه وسلم، إزالة هذه الستائر وإزالة هذا الستر. واتفق أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل وأمامه في قبلته رسوم أو صور أو حتى كتابات من القرآن الكريم، بل نص حتى لو كان قرآن كريم ويشغل، فهو مكروه، مكروه أن تصلي وفي قبلتك شيء، ولو كان نعله الشريف على رؤوسنا وفي قلوبنا، لكن أحكام الشريعة فوق هذه المشاعر والعواطف. إذن يكره وضع شيء في المحراب وتصلي إليه ولو كان صورة النعل الشريف أو رمز للنعل الشريف صلوات الله وسلامه عليه. نعم.